فضيلة الشيخ حفظه الله، ما الفرق بين صلاة التراويح وقيام الليل؟ صلاة التراويح هي قيام الليل، لكن المسلمين جعلوها في أول الليل لأنه أسهل على الناس من آخر الليل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم الليل كله إلا في العشر الأواخر، فقد كان يقوم الليل كله، أما أول الشهر فكان يقوم وينام، ومع هذا لم يقم بأصحابه إلا 3 ليال ثم تأخر خشية أن تفرض على الناس.